حافظ ابن تيمية ابن قيم أن جهنم كفار وأهلها دانشتا بل كل ده روح مثلا أنور شاه كشميري قول أخوة الشيخ الإسلام وهي حافظ ابن تيمية وإن الله يقوم به الأفعال الاختيارية دانشتا تاس إلزام دي دانشتا وربسيشا ها او چه مشرب نے تما نہ کہ وسائل نے فخذ ہو وما لا چه دا سینی تما کہ وسائل نزان مکڑا و دبل مال نہ مغواڑا شابسے وما لا فلا تفعل نفس کرا و مسائل الناس تکشر مدی قال حدثنا يحيى بن روكيد قال حدثنا ليس هو من الله ما بيا فر قال سمع قوم ده بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمع قوم الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه ليس في وجههم ذات لحم دا غوخی تکلا بنی نو چاچے سوال دیر کری آقا با داسی بھی دا خو مختلف انواع دی ہاں وقال این شمس تدمی آبا قیامت حتی انواع آقا نسبر و دنی فیر مطا بین را ہم کلاری کستا آتو بی آدم وزم بی موسیٰ سم بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزار عبد اللہ قارا حدثنی لے سبحان حدثنی داسی خلق پای شاہ سے بے اعتراض لگی دا غی کتاب کیو گرنیش تما کتری دی ہاں چبا في المسألة دغى مناسبة دباب شو ها وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة باب قول الله تعالى لا يسأل من غرض يسأل الحافة ايه ما تقول يعني سو چه مال وسر نشتا صحابة وسر بالكل نشتا ولا يسألون الناس الحافة مبالغة سر ضرورت توجهنا سوال كي كضرورت ما نمشوه الحاف بناكي الحاف بي جنه كنا شابرا كنا شابرا كنا وزيدرنا نا او کامل غنا نن مرتوی غنا کی میں تفصیل لتوی قول دے نبی سم لائے جدو غنا یغنی ہے دور پسے شاہ یو غنا دا زکات دا یو غنا دا حرمت دا سوال دا دوال اس تیر چوبہ تیر میدی کی شابا فقراء الذین ارسلوا فی سبیل اللہ یتبعون ضربا فی الارض یحسبون جہنم یأمن تعفو فی آدھو لہی تعالی فین اللہ بی عالیم وبی قال حدثنا حجاج بن الحارث قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی محمد بن زیاد قال سمعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعقب صحابه وسؤال بنك اهو ولكن المسكين الذي يسلمون ويستحيى ولا يسال الناس الحافا وبه قال حدثنا الحاح والحاف كما ها قال ابن اميه قال حدثنا خالد بن حزام عن الشعبي قال حدثنا كاتب بن اميه بن شعبه قال كتب بن معاويه بن المغيره بن مدير بن شعبه رضي الله تعالى عنه عن مالك بن ابي شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب اليه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم ثلاثا كلا وقال واذا عبد المريض كسرت سؤالي وبه قال حدثنا محمد بن وليد الدهني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي عن ابي عن سعده عن ابن شهاب قال اخبرني عبد المساء بن عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا وانا جالس فيه قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فيه من موته وهو اعرفه الي فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته فقلت ما لك عن فلان وما هي دوره مؤمنا قال مسلم قال حديث تركيبه ها دا دے اگر سوال نہ گوکت نہ کاؤ نہیں گوکتا ہو بل والا کاؤ کیا بسے اي شاب ده ما استطع اولي او ذاك الداسي ها اني لأوفي يا رجلا قال ابو عبد الله فكوكي وقل او بات بلغ وراي شاب سي دل ذكا واركم كي اريغا ما كورنكم اور تبريون دي واپس لان نشي شاب سي شاب ها ايه دي كي تاسو تما پاول كي ويري بيادا تاوي دا باب كي دي كب يكب بمجرد متعدد ومزيد لازم دي يا دري ده خبره ما مجرد نور كلاهم لازمي وي ومزيد متعدد ودا على ورد فكوب كيبو اقوليبو مكبا اكب الرجل اذا كان فيه غير واقين على اكب باب يفعل لك انا فيه بچا واقين ري لازمي دي
او فاذا وقع الفعل قلت كبه الله يا كببت يا فويگه پہ قال ابو عبد الله صالح بن كيسان اكبر ده ظهرنا او ابن عمر يمن دليل شاب سبق ده سان دهلا صلى الله عليه وسلم او يا سو قال لقمه ور كده غدا كورنا واپس شي ها مسكين كامله چه له صفات کي ها خلق انا کي اگر چه قود ده يوم له وسري جائز ده ولا بيام نه کي ها رسے والے اسار کے لار چھ گمان کم جبل تا خشاک روڑی خرسی کی گور دا دی زومر رتن سوی دے دان لدی خشاک خرس کی او تصدق دیو کی خیر من ان یسأل الناس شابا خرس التمر کی پر ان ما تفصیل ویلے دی مولانا صاحب کدی آئے دی یاد رہی دا خبر پتیر میں دی کی وائی ہائی خدایا فتخمين زكاة غشتل یاد دي کہ ندي زو سر پسشا اغا شرط پہ امام بخاري نو برابر ندبل روڑا علك دا پہ مارو سر نا حجت نرو پسشا ها قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى يوخذوا بباقشة لها فقال انسوا اصحابي اخرسوا اندازوا لقوا وخرسوا رسول الله سم عشرة اوسوقين پیغمبر مبارک وی لس وسق دی وس خود پی جندر دی کنا شپیت ساعة لس وسق دی او صحابو تشا بی تاسو گورو چی دا چا اندازه بٹی کئی فقال لا اخشوی شمیر ما یخرجو منها چی کم فصل کم می وردی باغ نرو دی فلما تینا تبوک قالا بل پیشون گوی ورا اما انها تتحو بلی لریح وطن شدیدتون یو سخبات برادی ولا یقومن احد یو قصد نودریگی ومن کان معه بعیرون کچا سر اخی پلی عقل ہو دی تلی ولیکو اوہی ونطل چوئے تلیت بیاس دا دی رکبین نو بیا پاسی دی نشی ملاستی عقال پا ملاستا تلیت چو رکبا ولو تلی فعقلناها وحبت ریحة شدید فقام رجل گوری او تلیت پاسی دنو فعلقت ہو بی جبلیت ویین اگا غرونو تے ورسا اوچتے کا دا پیغمبر مبارک پیشن ہوئی وا و اہدا فہدی کرول ملک دے اہلی نبی سامنے و بغلا بیضا و کسا ہو بردنی و سادری ورطا ورک یمنی و کتب پیغمبر مبارک داغا علاقہ ورطا و لکل بحر داغا علاقہ ادا بستا سو شوا زے جزیم دن نالم فلما اتا چراغی وادی القرا تقال للمرأة کم جات حدیقتو کی سمرہ میں ویر اولا قالت عشرت او سقین خرس رسول اللہ کا خرس رسول اللہ یا خر دا پیغمبر مبارک دو اندازے برابر یا لگا پوئی شوئے پخواہ وذلتا کہ الا دا خدا احمد دلیل نری دا خسر پیغمبر مبارک پل اندازہ صحابہ سره برابر ولا کپدی زکات وصول کړي روټیک دماته هوا امام بخاری را تین استدلال کې دا اندازی خو خلق لګی یو بل سره مقابله کې الا کزم اندازہ لګوم چې دی باغ کې بس عمر غنیمت ایم لگاوا پته وله کې چې چا اندازہ ټیک تا دا خدا دې هم تیزی ګوري یو بل سره مخ کې لار شوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان متعلم المدينه مرارا او معنى هذا الفاس تنف كي بمدينة ورخكارك في هذه الطوابة ها فلما رأى أحدا قال هذا جبل محمد ونحبه ولا أخبركم بخير دوني أنسان قالوا بلا قال دور بني مجاري ثم دور بني عبد الأشخاص ديكي ما بيليو دا ترتيب پس ساتل دي شكما قبيلة من حيث الكل يا من حيث الأكثر مخي مسلمان شويدا ها أو دور بني الحارس بن خضر وفي كل دور أنسان عبد الخير قال أبو عبد الله كل مستان عليهم حيث فهو حديث دار ادھر ہے دا شابس ہاں وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم داود بن حارث بن خطر ثم عيسى عبد الله قال سليمان بن سعد بن سعيد عن عمر بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ جبل محمد